صباح الخير، صباحكم نور أعزائنا ومتابعين على صفحة نورسات جوردان. بنحييكم في هذا الصباح المبارك، وبنتمنى أنه تكونوا معنا بكل المحبة والخير، تكونوا صبحتوا وفقتوا وصحصحتوا وعم بتتابعونا على برنامجنا وبرنامجكم صباحكم نور. أنا وأبونا جورج شرايحة رح نكون معكم خلال ساعة ونص للحديث عن أمور روحية لاهوتية وأيضا رعوية واجتماعية، واليوم رح يكون موضوعنا عن يسوع صديق الخطأ. بداية قبل ما نبلش الحديث ويكون الاتصالات مع الضيوف اللي رح يكون الأرشمندريت نعمان الرويق من وكنيسة الروم الكاثوليك من السويد، وأيضا الأب فرح حجازين كاهن رعية كنيسة اللاتين في رميمين، والأب طارق حجازين كاهن رعية اللاتين في المفرق. فبداية احنا علينا دايما بنطلب البركة والصلاة لهذا النهار، وببداية برنامجنا كمان على أساس ناخذ النعمة. صباحكم نور أخوتنا المتابعين. صلي مع بعضنا ليسوع صديق الخطأ. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. آمين. أيها السيد الرب الإله، يا من أنقذتنا من سلطان الظلمة ونقلتنا إلى الملكوت السماوي، منذ الآن وإلى الأبد حيث ليس لملكك حد، نصلي اليوم لأجل كل الأحبة الذين ما زالوا منحدرين في الجب السفلي حيث خطاياهم تكبلهم عبيدا لها. فمن لنا يا الله نصرخ إليه في الضيقات سواك، سواك يا إلهنا؟ أولست أنت القائل تعالوا إلي جميعا أيها المتعبون وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري لأن نيري خفيف طيب، لأني وديع تواضع القلب، لأنك قلت لنا نجد الراحة، فنحن نجيب كما جاب تلاميذك إلى من نذهب يا رب، وكلام الحياة الأبدية عندك، إلى من نذهب؟ لقد صرت بشرا وحللت بيننا وعرفناك صديقا مخلصا لنا، مع كل خطايانا لم تتركنا، انتشلتنا من وحل تلك الخطايا إلى مراعي خضرة خصيبة. نصلي لك اليوم يا صديقنا وصديق كل تائه في محافل الحياة أن تعود بنا إلى بر الأمان، تاركين في بحار التجارب كل سقطة كادت لولا عنايتك وصداقتك كادت أن ترمي نفوسنا فتدميها. إليك المجد يا سيدي، كل المجد من الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين، آمين. آمين يا أبونا، شكرا على هالصلاة اللي نتمنى ربنا يعطينا دائما الطمأنينة وسلام القلب لكي دائما نتحمل كل ما يصيبنا وكل ما يمر على حياتنا من يعني قصص أبونا وضيقات وصعاب، وخاصة ضيقات، أنا ما بحكيش الضيقات الكبيرة، أيضا الضيقات الصغيرة اللي منواجهها في الحياة اليومية. اليوم أبونا اخترنا موضوع يسوع صديق الخطأ، وهذا الموضوع لما احنا اخترنا أنا وإنت ما كانش من فراغ، نتيجة اللغط والكلام المؤخرا عم بيصير بهالدنيا في بعض الرسائل الموجهة خاصة من رؤساء كنائسنا أو من قادتنا أو من السلطة الكبرى للكنائس الكاثوليكية من قداسة البابا، خاصة في
التفسير الأخير، مع أنه هذا قديما تم نشره، مش إشي حديث، لكن ما بعرفش ليش أعيده. وعيد ميلاد المخرج كان يوم الأربعاء الماضي. أيوة. فهو طلعوا بعيد ميلاده. آه يا هيك شيء. فلأنه هذا اللي حكى قداسة البابا كان حكي من قبل، والمقابلة اللي تمت أو الفيلم اللي تم إطلاقه هو كان من قبل قديم. فتمت إعادة نشر الموضوع وتناقلته مرة أخرى وسائل الإعلام، لكن اختلاف الثقافات خلت إنه الترجمات أحياناً ما بتعطي المعنى الحقيقي للكلام، وهذا كتير عم نصادفه نحن خاصة مؤخرا في الترجمات اللي بيقوموا فيها الأدباء والكتاب في ترجمة بعض القصص أو بعض حتى كمان آخر فترة كنا مع أبونا أنطوان دويهي من لبنان، كنا عم نسأله عن أبونا بولس غالي ومسيرة حياته الله يرحمه، وقال إنه ترجم الكتاب المقدس من عدة لغات. فكنت أسأله إنه ما الحاجة، عنا كتب مقدسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية كل لغات العالم، ليش إحنا بحاجة إنه نرجع نعيد الترجمة مرة أخرى؟ جاوبني جواب فعلا نحن بحاجة، لأنه في مفردات تم استعمالها سابقا لتفسير بعض الآيات في الكتاب المقدس ما كانت يعني تحمل المعنى الحقيقي للكلمة القيلة التي قيلت في الكتاب المقدس الأصلي في لغته الأصلية، إن كانت العبرانية أو إن كانت السريانية أو إن كانت. فحكى لي الأبونا كان بحاجة إنه نرجع نعيد من أول جديد الترجمة في مفردات العصر بطريقة سهلة عشان الناس تقدر تفهمها. فتخيل إنه من رسالة قداسة البابا الترجمة صارت كلمة في أو أن يؤسس مثلا أو شيء إنه ترجم إن يكونوا في العائلة أو يكون عائلة. فهذه كانت هي السوء الفهم اللي صار، وصار في لغط كتير، وسبتلاحظوا على صفحتنا على فيسبوك لما حطينا الخبر والتفسير أيضا إجانا تعليقات جدا، والتعليقات كانت معظمها إنه ما تمت قراءة النص أو المقال اللي عم بيفسر كلام قداسة البابا الحقيقي، وإنما نزلوا في التعليقات بما يسيء. نحن دائما نطلب إنه نطول بالنا، ناخد نفس عميق قبل ما إنه نبث تعليقاتنا، ودائما ننتبه على كل كلمة نكتبها. دائما كنا نحكي عن موضوع أخلاقيات التعامل مع وسائل الاتصال الاجتماعي، إنه دايماً نحرص على لما منكتب أو منعلق نحكي شو الهدف وإيش رسالته وشو رح يفيد. نعم. فنتأنى. فأبونا هذا هو الموضوع، إنه يسوع صديق الخطأ. وقداس البابا حكى عن الخطأ، بس موضوعنا مش نحكي عن هذا بس فقط، لكن مسيرة يسوع بكل حياته الأرضية كان دائماً صديق الخطأ، ما بعدهم عنه، كان دائما يتعشى معاهم، يمشي معاهم، يشفيهم. طبعا. فأبونا بدي أترك الحديث لإلك، مش أحسن لا تقول باسمة شو خليتي لي حديث. لا بالعكس، يعني ما شاء الله مقدمة جميلة جدا يعني، وعندنا ضيوف كمان رح يحكوا بزيادة. أكيد. بداية بخصوص الموضوع الإعلامي والنقل اللغات والترجمة، دائما العنوان ببين أخلاقية وثقافة الصحفي من العنوان. نعم. يعني مثلا ربطة البطريرك الراعي أمس افتتح السينودوس. نعم. بكلمة. هلا فتت على ست وسائل صحف لبنانية نزلت الخبر بعد ما نزلته الوطنية اللي هي الوكالة الرسمية. نعم. للأنباء في لبنان. كل وكالة نزلت العنوان شكل، الوكالات اللي بدها تأخذ الموضوع سياسي بكل الخطاب حكى ثلاث كلمات عن الموضوع السياسي، حطوه هن العنوان. يوجه البطرك رسالة للسياسيين كذا وكذا. المحطات المسيحية زي النورسات زي الهيكا أخذت أنه في افتتاح السينودس، هذا هو الحدث الرئيسي. نعم.
يعني وحكى غبطته انه بدهم يناقشوا عده قضايا نعم. من بينهن القضايا فبالعنوان بموضوع قداسه البابا بلشت اول شيء سي ان ان اخذت انه البابا بي 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 بيسمح بي للمثليين بتكوين عائله مع انه الكلام واضح يحق لهم ان يكونوا في عائله وطلب الصبغه القانونيه للاشخاص اللي هم موجودين في بلاد لأنه حكى بكل وضوح لا تستطيع الكنيسة استيعابهم من حيث زواجهم يعني لا يمكن أن تسمح الكنيسة هذا تعليم الكنيسة الكاثوليكية يعني ما راح يأخذوا حقوق من الكنيسة من الكنيسة لأن الكنيسة عندها رأي ثابت بخصوص هدول الجماعة بالزبط. لأنه هدول غير مقبولين يعني دينيا ولا على الأسس الدينية بس عم يطلب لهم أنه يحق لهم أنهم ياخذوا حقوقهم المدنية ويكون لهم قانون لإلهم بس عن طريق الكنيسة لا يعني هو مواضيع شائكة جدا نعم. وكثير أثارت مواضيع خصوصا لما كان قداس البابا يتنقل في سفراته بالطائرة ويعقد المؤتمر الصحفي بالطائرة نعم. فكان دائما يستقصد الصحفيين يعني إثارة المواضيع اللي هي فيها جدلية عشان المشاهدات عشان التلفزيونات طبعاً. عشان يعني تسويق اقتصاد سياسي عودة لموضوعنا الأساسي زي ما نعم. تفضلت حضرتك احنا موضوعنا انه صديق الخطأ نعم. هو يسوع ماذا قالت مريم ومارثا ليسوع لما اجوا لما لعازر مات قالوا صديقك نعم. فعرف عن يسوع انه صديق الخطأ في المجتمع وهذا كان يعني محل تذمر وتنمر من الفريسيين والكتبة ورجال الدين اليهودي فكانوا يتنمرون على يسوع وينعتونه بانه صديق الخطأ بينما هو كان يسوع يفتخر بتلك الصداقة و عندما قالوا عن يوحنا المعمدان انه يعني شو هذا الزلم يعني بلبس اواعي مقطعه رث ثياب وبوكل بالصحراء وما بيشرب خمر ولا بوكل بقال لهم اجاكم يوحنا المعمدان ما اعجبكم اجاكم ابن الانسان بوكل وبشرب مع الخطأ ما اعجبكم يعني زمرنا لهم ما غنوا طبلنا لهم ما دبوا يسوع حكاها يعني بهالمعنى يعني لذلك عادة أنه ترضي كل الناس غاية لا تدرك ولكن مين اللي بيحتاج للطبيب لأصحاء طبعا لا اللي بيحتاج هم الخطأ هم المرضى اللي بيحتاجوا ليسوع فكان بكل هالزخم الطاقة الكبيرة من المحبة والحيوية يعطف عليهم يشوفهم قاعدين على جانب الطرقات يجالسهم فكل ما بيقرأ الواحد نص الإنجيل بتجوال يسوع بهالسنوات البشارة بيغمض عيونه هيك وبيسمع صوت المشي الناس والحارات بيفوت على الأزقة القديمة اللي دخلها يسوع يستطيع الإنسان أن يتفهم هذه الطاقة العظمى من الحنان هذه الطاقة الكبرى من المحبة شو الصداقة يعني مش زمالة الزمالة اللي بفرضها جو معين بالشغل بالكذا نعم. الصداقة هي فيها نوع كبير من المحبة التشاركية يعني الزمالة في عمل في سياق معين فقط ولكن الصداقة يعني قد يكون الزوجين أصدقاء قد يكون الإخوة أصدقاء قد يكونوا الزملاء وأصدقاء في آن معا صحيح بس مش كل زميل صديق صحيح يسوع تحنن فشفى دائما كانوا قبل ما يعمل معجزة هيك تحنن عليهم فشفى مرضاهم يعني هاي الحنية بيعبر عنها في فعل فقديش احنا ممكن نسعى على حالنا تنكون على مثال يسوع نكون اصدقاء مش بس للأغنياء مش اصدقاء للناس المشهورين للناس المعروفين هدول كل العالم تسعى انها تكون تعمل صداقة معهم وخصوصا لما بيكونوا بسلطتهم لما يكونوا مسؤولين سياسيين لما يكونوا على قلب ورأس عملهم نعم. بتشوف الصداقات بتكثر حتى الكهنة في خدمة رعاياهم بس بيكونوا في منطقتهم بيكونوا بين العالم بس ينتقل يروح على محل ثاني ويصير تخف العلاقة تدريجيا مع الناس اللي كانوا كثير مهتمين وكثير على علاقة يومية وتواصل يعني مش دا أقول هيك سنة الحياة بس لازم الصداقة تكون بالعمق إذا كانت بالعمق بيبطل يهمها اللوكيشن وين كنت وين اجيت بيبطل يهمها لا الزمان ولا المكان لانها يعني لا تخضع لمكان معين يعني بيبطل يهمني انه الصديق الوفي انه يكون دائما بوجهي بكفي يكون دائما معي مو شرط دائما بالوجه في مثل ايطالي بيحكي دكتوره انه مش مهم
الحبيبين يطلعوا بوجوه بعض، المهم يطلعوا بنفس الطريق لأنهم يعني ما بيختلفوا لما بيطلعوا بنفس الطريق، بس إذا بيطلعوا بعضهم بتوهم. فالهدف في الصداقة إنه يكون تطلعاتنا مستقبلية ماشية على ضوء الأساس اللي عندنا هو يسوع المسيح. يعني من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. من يوم أنا بدي بأدين الخطيئة، بس ما بدين الخاطئ، بدي أحبه، بدي أحبه، لأنه في العلاقة الأسرية أكثر إشي بتنفهم. يعني لما يجي الطفل عمره 3 سنين يقعد بحضن أبوه، يجي يطلب إنه شغله، لا يجي بهذاك الكف قدام الناس بقعد ويسلخ أبوه، شو ردة فعل أبوه؟ بده يمسكه ويفقعه كمان كف ويفوت يحبسه جوا، ولا بده يضحك، بده يمسك إيده اللي ضربته، بده يبوسها، بده يعبطه ويحسمس على راسه ويلحمس عليه ويقول يا بابا يا حبيبي يا بابا. هيك يسوع عمل. يسوع ما عمل مثل الفريسيين والمعلمين. الخاطئ الزانية ترجم، القاتل يقتل، السن بالسن، ما طبق عليهم الشرع. قال لهم ما جئت لأنقض الشريعة والناموس، جئت لأتمم. شو يعني أتمم؟ بترجموها أتمم، بس هي التكميل اللي فيها بالأصل اللغة القديمة، يعني مدباك عم مدباك. يعني هي إنه أنا ما أجيت أهد اللي أنت عملته، أنا جيت أحط قصار عليها، أطرشها، أضبطها، البناء الهيكل تبعكم. الهيكل الروحي طبعا إجا يسقله بالألوان الزاهية، إجا يعطيه حياة، يعطيه روح. يا ما بتشوفي فيلل وقصور مبنية بطريقة هندسية مو حلوة، بتفوت على الفيلا بتلاقيها كلها سراديب، بتفوتي من هون بتفوت بتحسيها مو شرحة، وهي فيلا مكلفة مليون. بينما ممكن فيلا بسيطة، بيت صغير هيك، بتفوت تشوفي المساحات، الشجر، البستان، ترتاحي نفسيا. فهيك يسوع عمل بالعهد القديم، ايش بنسميه جديد، لأنه اعطاه الصقل الجديد، جدده يعني. بالضبط. يعني موضوع اليوم موضوع هام جدا جدا، يعني قديش احنا اليوم فينا ندين خطايا بعضنا البعض، صح، قديش فينا اليوم نسامح بعضنا وبعض ونلاقي عذر لا هالخطايا وهالشر اللي قاعد بصير بالعالم، سواء من الطبيعة نفسها سواء من تدخل الإنسان. قديش فينا إحنا نكون شهود حقيقيين وأصدقاء طيبين على مثال يسوع المسيح، نتحنن على العالم ونقدر نوصل رسالة يسوع المسيح. يعني موضوعنا اليوم الصداقة بشكلها مع يسوع. يعني نعم. أبونا هو لما أنت حكيت إنه نحن ننبذ الخطيئة ونحب الخاطئ، لأنه ربنا طلب منا نحب الجميع، محبتنا لازم تكون دائما غير مشروطة. يعني بالزبط. أنا ما بحبك علشان أنت كذا وكذا، بس إذا عملت هيك ببطل أحبك. فيعني عم بقول إنه نحن لما بننبذ الخطيئة ونحب الخاطئ، يعني ما بنكره الخاطئ، بلاش كلمة مثلا محبة ممكن تلاقينا لا ما رح أحبه، بس ما رح أكرهه، ما بكرهه، ما رح أكرهه، بكره شغله اللي عمله، الأفعال اللي عم بعملها. قداس البابا هلأ لما حكى عن هدول المثليين أو الشاذين، حكى عنهم هدول خطايا، عم بيعيشوا في خطيئة لأنه الكنيسة لا تقبلهم. لكن كيف أنا بدي أترجم عدم كرهي لإلهم أو محبتهم مثل ما طلب يسوع نحب الجميع، كيف بدي أترجم المحبة؟ عشان هيك تدخل قداسة البابا وقال إنه أعطوهم حقوقهم المدنية، لأنه خليهم في العيلة، لأنه مع المحبة ومع الرعاية، مع ممكن الإرشاد والوعي وقربهم من الروحانيات من الكنيسة، ما بنبذهم من الكنيسة، ما بخرجهم بالخارج وبطردهم بخليهم بالشارع ما لهم مش حقوق. ممكن إنهم يرجعوا، يرجعوا عن طبيعتهم، يرجعوا عن خطأهم، يرجعوا لحياتهم، يدركوا الخطأ اللي عملوه. فأنا كابنك مثل ابنك، أنت بتشوف ولادك مع أنهم من أب وأم واحد، بس بتلاقي واحد مختلف. طب هذا المختلف اللي قاعد عم بيأذي وعم بيكسر وعم بيخرب وعم بيعمل أفعال سيئة، أنت ممكن بتعامل هذا الطفل بحنية وبرعاية أكتر من إخوانه اللي ماشيين بالزبط. صح، مثل الابن الضال. نعم بالضبط. قال له أنا معك وداير بالي عليك وعلى أملاكك وما تركتكش وكنت منيح معك. هذا الابن الكبير. نعم. والابن الضال اللي طلع وأخذ مصرياته وأخذ كل إشي وصرفهم على الردالة وعلى بالخطيئة، عاش، رجع
كونوا خليهم يكونوا في العائلة، رجعوا العيلة وقال له سامحني. فهذه نظرة يسوع ونظرة قداسة البابا لهذا الخاطئ الشاذ أو الـ أو الـ أنا بقول مريض يعني مريض بالآخر، نظرته نظرة الابن الضال، لكن بضلني حنيتي لإله، أعطيته الخاتم، لبسته الجبة، قلت لهم اذبحوا كمان أسمن عجل فرحا برجعة الخاطئ. فهاي هي كانت منبع رسالة قداسة البابا. وأنا بستغرب أبونا إنه كتير من المؤمنين قرأوا الرسالة لكن ليه ما استوعبوها؟ ليه؟ يعني هذا كان سؤالي أنا عند قراءتي للتعليقات، وبصراحة رح أوجه هذا الكلام كمان لا متابعينا على النورسات بوضع تعليقات جدا مسيئة لرأس الكنيسة الكاثوليكية لإنسان صالح. حتى لو مثلا أنت ما فهمت الذي قاله أو ما استوعبته، بحاول أسأل، بحاول أستفسر، ما أرمي أحكام، لأنه قداسة البابا هو رمز للكنيسة الكاثوليكية، ونحن بنحترم كل الكنائس، الكنائس الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية، الكنائس السريانية والأرمانية والقبطية والكلدانية. احترامنا لكل الكنائس، احترامنا لكل رموز الكنائس وكل رموز الأديان. يعني أحيانا يعني شوف كمان اللي صار بفرنسا، نعم، يعني للأسف العالم وين رايح أبونا، العالم وين يعني عم بيصير، تحسي كلها فتنة مؤججة ومخبية، وفي ناس بيطلعها بوقت يعني خلص في رموز دينية نحترمها. يعني لا يجوز، لا يجوز. يعني تخيلي إنه بيحكوا في فرنسا بالحرية، نعم، في أشياء إباحية بمنعوها، وبحكوا عن الذوق العام، وبحكوا عن عدم الإساءة للآداب العام بالشارع، نعم، وبالهي. أما الإساءة للأديان بسمحوا فيها، نعم، إنما حرية التعبير بالضبط. لكن إحنا من دين أبونا إنه المساس بأي رموز دينية، لكن أيضا نحن ضد كمان استعمال العنف. يعني في قوانين ممكن إنها تجرم، أو حقوق ممكن إنه تنال عن طريق المجتمع الدولي، لكن احنا كمان ضد العنف. يعني استعمال العنف هذه بالطريقة هاي لقتل هذا المدرس، برضو كمان احنا ضد هذا العنف اللي تم قتل المدرس بهاي الوحشية. ف يعني الاسلوب العنف اللي اتبعه مع المدرس مقابل ما هي دكتورة بس تولعي بس تشعلي حرية، خلاص بتصير حرب، بتصير يعني بقولنا بسوريا لما صارت الحرب وكذا، هدول عملوا هيك، هدول قلت لهم جماعة حرب، ايش تتوقعوا يعني؟ نعم، كل ابشع الاشياء بدها تحصل بالحرب. فنحن كجماعة مؤمنة بدنا نرجع لجذورنا، جذورنا الإيمانية وجذورنا الكنسية، لنرجع لكلام السيد المسيح اللي كان صديق الخطأ، صديق المنبوذين، صديق البرص. كان البرص ما كانوا يدخلوهن عبيوتهم لأنه كانوا يخافوا من هذا المرض، كان يسوع يتعشى معهم، يقعد معاهم. للحديث بهذا الموضوع طبعا نحن رح ننتظر المكالمات، قدس الأب فرح إحجازين كان رعية اللاتين في أرميمين، للحديث عن موضوع يسوع كيف كان صديق الخطأ والخاطئين. فبانتظار المكالمة الآن بنحب نصبح على كل أصدقائنا الموجودين على الصفحة اللي بيتابعونا على المباشر، وأيضا عم نقول لبسمة هلا سيسعد صباحك، صباحك نور، وتوني أيوب صباح النور، وصقر إحجازين أسعد الله صباحكم، هذه باليوناني. يسعد صباحك، مش عارفة أقرأ الاسم اليوناني. لونا نفعي يسعد صباحكم الحلو، صباحك يا لونا. سليمة أسعد عصفور أسعد الله صباحكم وصباحك يا سليمة. زكي قندح، هلدة حداد طنوس يسعد صباحكم،
وإيفون حتر يسعد صباحك يا أم فادي ومنال إيبي فراج يسعد صباحكم كلام جميل جدا والله يسعد صباحك مجدة البير بتقول ربنا يحفظكم. معنا اتصال هلا مع أبونا فرح حجازين. صباحك نور يا أبونا. صباح الأخبار لك. الله يخليك يا أبونا. سعد صباحك يا أبونا. صباحك نور. نحن لازم كل نهار ثلاثة لازم نصبح معاك يا أبونا. شرفنا وبركة لنا. يا وبركة لنا ببرنامجنا كمان. أبونا فرح، نحن حكينا عن موضوع أنه كيف يسوع كان صديق الخطأ، وطبعا اللغط اللي مؤخرا كان بخصوص بعض الجمل وبعض العبارات التي تم تداولها وتم فهمها كمان بشكل خاطئ. فاتحدثنا يسوع المسيح صديق الخطأ، وكيف يريدنا يسوع المسيح أن نكون كمان كمؤمنين أصدقاء للخطأ. نعم. إن شاء الله إن شاء الله هاي الكلمة وهذا الموضوع يسوع صديق الخطأ تكون دعوة لكل خاطئ أن يعود إلى قلب يسوع بكل ثقة. نعم. هذا القلب الذي يدعونا يقول تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم. نعم. وبنفس الوقت يا دعوة ليس فقط لكل خاطئ ولكن لكل مسيحي أن يكون عنده قلب رحمة مثل قلب السيد المسيح. فحديث راح يكون إذن عن يسوع صديق الخطأ في الإنجيل المقدس. نعم. إن ما أغضب الكتبة والفريسيين هو معاشرة يسوع للعشارين والخطأ. يسوع ليس فقط لم يطردهم من حضرته بل استجاب لمطالبهم وقبل منهم كل شهادة إيمان وثقة وتوبة. ذهب إلى بيت زكا رغم تذمرهم، دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عندهم. لم يرفض يسوع شهادة محبة تأتيه من خاطئة تائبة في أثناء وليمة أقيمت تكريما لهم، إنما غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أظهرت حبا كثيرا، وأما الذي يغفر له القليل فإنه يظهر حبا قليلا. كذلك مغفرة يسوع تجاوبت مع طلب امرأة أخذت في خطيئة، من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. في حديثنا عن يسوع والخطأ في الإنجيل المقدس سنتكلم عن الأفكار التالية. الفكرة الأولى شمولية الخطيئة. لا يستطيع أحد أن يفلت من الخطيئة، وبالتالي فرحمة الرب وخلاصه للجميع وبدون استثناء. القديس بولس يقول لنا في رسالته إلى أهل روما كما أن زلة إنسان واحد جرت الهلاك على جميع الناس، فكذلك بر إنسان واحد يأتي جميع الناس بالبر الذي يهب الحياة. وكما أنه بمعصية إنسان واحد جعلت جماعة كثيرة خاطئة، فكذلك بطاعة واحد تجعل جماعة كثيرة ضارة. وفي مكان آخر في الرسالة ذاتها يقول قديس بولس فقد ورد في الكتاب ما من أحد بار لا أحد. وأما القديس يعقوب فيقول أيضا عن شمولية الخطيئة فإن جميعا نزل كثيرا. والقديس يوحنا الحبيب يقول بالناحيته في رسالته الأولى إذا زعمنا أننا لم نخطأ جعلناه كاذبا ولم يكن كلامه فينا. الفكرة الثانية شمولية الخلاص. حيث كثرت الخطيئة طفحت النعمة. الخطيئة ليست أقوى من النعمة لأن يسوع ومعناه المخلص كما قال الملاك جبرائيل للقديس يوسف بعد البشارة يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأتي بإمرتك مريم إلى بيته، إن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسمه يسوع لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. نعم إن يسوع سينتصر على الخطية ويحرر الإنسان الخاطئ من عبودية الخطية. لقد اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله. هذه هي رغبة الله في الخلاص الشامل للإنسانية. إن الله يريد خلاص جميع الناس، والله لم يرسل ابنه إلى العالم لكي يدين به العالم بل لكي يخلص به العالم. وها هو السيد المسيح يترجم حب الله للخاطئ بالعمل على تحقيق رغبة الآب لئلا يدع أحدا يهلك إلا ابن الهلاك. فها هو على مثال الراعي الصالح لا يعرف الراحة
حتى يعود الخروف الضائع بأمان إلى الحظيرة. ومن أجل تحقيق ذلك فهو لا يضحي إلا بنفسه في سبيل خلاص الإنسان الخاطئ، ولا يضحي بالآخرين كما يفعل الآخرون. وقد صدق قول يوحنا المعمدان عندما أشار إلى السيد المسيح قائلا: هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. وها هو يسوع بعد قيامته من الموت وانتصاره على جميع أعدائه يوكل رسالته الخلاصية الشاملة إلى تلاميذه، إلى كنيسته، أن اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، واعدا إياهم أن يكون معهم كل الأيام إلى منتهى الدهر. الفكرة الثالثة: يسوع يحب الخاطئ ويكره الخطيئة. أحب يسوع الخطأ لأنه استطاع أن يشفيهم، أما الخطيئة فيكرهها. عندما كان يشفي كان في الوقت نفسه يحذر من العودة إليها: اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة، لأن الخطيئة تقود إلى الموت كما يقول القديس بولس، لأن أجرة الخطيئة هي الموت. أما الخطأ فقد قال يسوع لهم وفيهم كلاما يحسدهم عليه حتى القديسون. لزكى العشار اليوم حصل الخلاص لهذا البيت. للمرأة الخاطئة: إيمانك خلصك فاذهبي بسلام. للص اليمين: اليوم تكون مع في الفردوس. للعشار المصلي في الهيكل: أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبرورا وأما ذاك فلا. لقائد المئة الذي طلب الشفاء لعبده: اذهب وليكن لك بحسب ما آمنت. الفكرة الرابعة: لطف يسوع مع الخطأ. لم يكن بطرس على حق عندما قال ليسوع: تباعد عني يا رب فإني رجل خاطئ، لأنه نسي ما سبق أن قاله يسوع: لم آتي لأدعو الصديقين بل الخطأ. لأن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المرضى. فهل تتعلمون معنى هذه الآية: إنما أريد الرحمة لا الذبيحة؟ في الحقيقة نرى في قلب يسوع محبة خالصة للخطأ. صدمت الفريسيين وحيرتهم، فكثر التساؤل حول سلوكه معهم. يا ترى ما الذي أحبه يسوع في الخطأ؟ الذي أحبه يسوع في الخطأ إقرارهم بضعفهم وبالحاجة إليه. عرفوا أنهم خطأ فتواضعوا: ارحمني يا ربنا الخاطئ. هكذا صلى العشار في الهيكل فعاد إلى بيته مبرورا: يا أبتي قد خطيت إلى السماء وإليك. هكذا تقدم الابن الشاطر من والده فاستقبله ثانية في بيته. شعر الخطأ بعجزهم فانفتحوا على رحمة الله واتكلوا على جوده، فاستطاع أن يساعدهم لأنهم أدركوا حدودهم. لذا فيسوع لم يتورع أن يفضل طلاب الشفاء من يجهلون أنهم خطأ ويظنون نفوسهم أبرياء فيعودون إلى بيوتهم بدون التبرير ليقيموا في الخطيئة. إن السيد المسيح يجسد رحمة الآب ولطف الآب لجميع أبنائه دون تمييز، فهو الذي يطلق شمسه على الأشرار والأخيار وينزل المطر على الأبرار والفجار. الفكرة الخامسة: فرح المسيح والسماء بعودة الخاطئ. من منا يستطيع أن يصف فرحة المسيح والسماء بعودة الخاطئ؟ هذا الخاطئ الذي قدم عنه الكفارة اللائقة واستحق له نعمة الانتصار على الموت والخطيئة بالقيامة. أليس هو القائل: يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه ب99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة؟ وقد عبر السيد المسيح عن فرحته بعودة الخاطئ في أمثال الرحمة الثلاثة من خلال فرح الراعي الصالح الذي لا يعرف الراحة إلا عندما يجد خروفه الضائع فيحمله على كتفيه فرحا ويرجع به إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران ويقول لهم: افرحوا معي فقد وجدت خروفي الضال. من خلال فرحة المرأة التي أضاعت درهمها فلما وجدته دعت الصديقات والجارات وقالت: افرحنا معي فقد وجدت درهم الذي أضعته. أقول لكم هكذا يفرح ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. من خلال فرحة الأب بعودة ابنه الضال سالما فأقام له حفل استقبال مع الأهل والأصدقاء، فألبس ابنه أفخر حلة
وجعل في إصبعه خاتما وفي رجليه حبال وذبح العجل المسمن وقال لنأكل ونتنعم لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فأخذوا يتنعمون. سادسا وأخيرا، ما هو الثمن الذي دفعه السيد المسيح من أجل أن يحرر الإنسان الخاطئ من خطيئته؟ يقول لنا القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: فقد اشتريتم وأدي الثمن، فمجدوا الله واحمدوه في أجسادكم. وفي مكان آخر: قد اشتريتم وأدي الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فما هو هذا الثمن الذي دفع عنا؟ السيد المسيح في العشاء الأخير يقول: لأنه دمه الزكي. ثم أخذ كأسا وشكر وناولهم إياها قائلا: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد، يراق من أجل جماعة الناس لغفران الخطايا. أما القديس بطرس فيقول بكل وضوح بأنه دم الحمل يسوع: إنكم لم تعتقوا بالثاني من الفضة أو الذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم، دم الحمل الذي لا عيب فيه ولا دنس، أي دم الحمل يسوع. وفي رؤيا القديس يوحنا الحبيب نقرأ ما يلي: مستحق أنت يا حمل الله أن تأخذ الكتاب وتفض ختومه، لأنك ذبحت وافتديتنا لله بدمك من بين كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وفي ختام هذه الكلمة، لا يسعني إلا أن أوجه دعوة توبة لنفسي وللمستمعين للمصالحة مع الله والقريب. عندها سنسمع بفرح وسرور ما قاله يسوع لزكى العشار: لقد حل الخلاص بهذا البيت، وللعشار المصلي في الهيكل: لقد عاد إلى بيته مبرورا. آمين وشكرا لكم. آمين أبونا، الله يسعدك يا رب، وشكرا لك على هالمداخلة اللي يعني هيك أعطيتنا فيها نظرة شمولية على يسوع، كيف كان صديق الخطأ، كيف كان يعاملهم. فربنا يبارك أبونا كلامك وهال وحكمتك وهالنصائح اللي أعطيتنا إياها. إن شاء الله المستمعين والمتابعين يسمعوها، لأن عن جد وعظة شاملة. نعم، محطات كتابية أبونا فرح كالعادة، يعني عصف ذهني لاهوتي، يعني وشو محضر لنا مواضيع جديدة كمان، حضر لنا يلا. إن شاء الله. إن شاء الله أبونا، دائما أبونا متعبينك معنا دائما. تسلم لوقتك يا أبونا. شكرا يبارك لك، صباحك نور يا رب. شكرا على أبونا، رب نور المسيح. آمين. أبونا فرح يعني شمل كل الموضوع من كل النواحي، زخم كتابي يعني كله. نعم. بشواهد كتابية، يعني كيف القبول وكيف كمان الفرح الكبير من أنك أنت تكون مع الخاطئ وتضم الخاطئ بين جناحيك بمحبتك. يعني هذا هي هو تحدي، ونحن بإيماننا المسيحي كثير منواجه تحديات أبونا. هلأ مزبوط يسوع إجا للخطأ، لكن في عصرنا الحالي بقولك أنا مو خاطئ، أنا بصلي وبصوم بتصدق وبحب الناس وكذا وهيك، مو بحاجة للتعليم الكثير، أنا ماشي بأموري وكذا. حتى يسوع لما نحن بنسمع كلام ربنا، وحتى أنه إحنا ماشيين بالصحيح والخط الصحيح، نحن نعتبر أنه استماع كلمة ربنا والوعظ والكلام الحلو من كهنتنا ومن رؤسائنا هذا وقاية. كيف يعني؟ انك انت مو مريض ما بتاخد هذا الدواء، لو مريض بتاخده، لكن انت كيف بتوائي حالك انك ما تنصاب بهذا المرض؟ صح، لك عسل الصبح، عم تعمل مناعة طبيعية، فانت عم تعمل مناعة عشان ما توقع في الخطأ. تمام. فالمناعة هي إنه نسمع كلمة الله، نداوم على حضور القداس، نمارس الوصايا اللي ربنا أعطانا إياها، هذه كلياتها مناعة لعدم الوقوع في الخطيئة. فالوعظ ولما بنحكي كلام فيه تفسير، لما كهنة بيطلعوا على الشاشات بيحكوا تفسير لبعض الأمثلة نسمعها دائما. يعني هلا كان صار الانترنت متوفر لكل العالم، كل شرائح الناس، والمعلومة صارت بين ايديكم. انا كتير ابونا بعرفش، يعني انا بحب احكي اشياء عملية،
أنا كتير لما بمشي في بقطع الطريق وبشوف إنه مشواري طويل أو من المكتب لبيتي تقريبا بأخذ نص ساعة وبالعشاء 45 دقيقة، يعني مسافة منيحة. بحط على الراديو أحيانا أسمع موسيقى أسمع أغاني وكذا، لكن مؤخرا صرت أسمع اليوتيوب، أحط الإشي اللي بدي أسمعه بالسيارة، يعني قائمة زي كيف أنت وقت فراغك بتحط قائمة من الكتب بالزبط. بدك تقراها بالزبط. أنا بحط قائمة من البرامج التوعوية أو البرامج اللي فيها نصح وإرشاد أو فيها مثلا دورات أو واحد عم بيحاضر على موضوع معين، بحطهم وبصير أسمعهم وأنا بسوق، يعني بدل ما أسمع الراديو بس بسمع واعظة الخوري الفلاني بهذا الموضوع، بسمع واعظة قداسة البابا بهذا الموضوع بالعربي طبعا بتكونوا مترجمينها صوتي، فبحطهم وبسمعهم حتى لو الإيطالي في إشاعات بتقول إنك بتفهم إيطالي كمان. يعني ما تطلع علشان بصير يحكي إيطالي 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 بفهم البطل يحكي قدامي إيطالي لأنه صار يقولها بلشت بس ما تستوعب إيطالي. كتير مهم أبونا no. وهذه كلياتها وقاية no. يعني لما بحط كمان موسيقى ترانيم بالسيارة عند أنت عارف إحنا الأيامات هاي كتير عم منقضي وقت في السيارة ومن سوق مسافات طبعا. طويلة بالسيارة، بعرفش إذا أنت شو بتعمل كمان شو بتعمل بالسيارة نفس الإشي صدقي يا تليفونات يا بنسمع لا صدقي أنا المسافة اللي بطلعها كتير بكير الصبح يعني على 6 مستحيل أحكي مع حدا تليفون نعم. فدائما على اليوتيوب بحط الحياة الأفضل الترانيم نعم. هاي أو أبونا لمعي، أبونا اسمه الأول إيش أبونا لمعي نعم ما تقوليش على اسماء انا اسمي يوك بنسى انطونيوس لا مش انطونيوس بس بحكي عن مواضيع زي ما تفضلت العمليه الحياتيه نعم. اللي نعم. اللي بنعيشها عن مشاكلنا اليوميه يعني وبشوفها من الانجيل او قداسة البابا زي ما تفضلتي في يعني هذا وقت ممكن البي بي سي بسمع احيانا البي بي سي لانه اللغه بالضبط نعم فكتير بحط اسمع هاي الوعظات او اشياء لتقدير الذات لتنمية القدرات الذاتية لانه بحاجة نضلنا نذكر حالنا يعني دارسين نحن كيف تنمية القدرات البشرية ودارسين القيادة ودارسين كذا بس بحاجة للتذكير نفسنا طبعا. واخدت هذا الفكر كمان زيادة انه ليش عم نعمل هيك من وقت ما انه السؤال يعني ليه احنا بنحتاج لقراءة الانجيل ما قارين الانجيل بنسخته العربية الموجودة من 50 ولا 100 سنة لا مش للدرجة 100 سنة لا لا هي 30 سنة بس انا اكيد الكتاب الانجيلي اللي جدنا وجدنا موجود بس لكن بحتاجين ترجمة لكتاب المقدس في لغة العصر المفهومة لنا يعني يكون سهلة لأننا نستوعبها في أوقات تطلع مفردات بتكون هاي المفردة أفضل من اللي انحطت بهداك الوقت لأنه طبعا. كانوا يستعملوا اللغة العربية شوي الدسمة فنحن كمان بحاجة دايما لشحن نرجع نشحن حالنا من عن جديد بالزبط. بأمور لاهوتية بمحاضرات فعشان هيك إحنا منكتر بنورسات البرامج الإذاعية صرنا على أساس إنكم تسمعونا وإنتوا ماشيين بالسيارة بتحطوا هالفيسبوك على أو على يوتيوب بتحطوا البرنامج اللي ما لحقتوا تسمعوه الصبح ترجعوا بتسمعوه مرة تانية وهذا كتير كتير مهم وأيضا إن شاء الله نحن بنعمل رح نعمل ونكثف البرامج السمعية شوية شوي فأبونا إذا بتحب تضيف شيء قبل ما نحكي مع أبونا بالضبط هاي بيجهزوا بالاتصال بالضبط من المفرق أو إنه نحكي مع الأرشمندريت نعمان رويق من السويد السويد هلا ساعتهم بتكون يعني مساء عندهم أبونا طارق اللي كنت بدي أحكيه أنا بصداقاتنا مع بعضنا البعض بحب الواحد يعرف عن صديقه شغلات يعني صح بحب أنا أفش قلي وأطلع طاقتي لصديقي كمان بنبسط بس أسمع خبريات عنه لذلك عن يسوع كيف ممكن أنا أعرف خبريات إذا أنا مو متابع دايما الكتاب المقدس زي ما تفضلتي بنحكي إن إحنا قرأنا منه وإحنا صغار الكتاب المقدس لا ما هو الحلو بالموضوع إنه يتعامل مع مشاعري الآن نعم. يعني هلأ أنا
حاسس اني هيك هادي وصامت وعم بتفاعل مع الناس وعم بسمع واحنا على اذاعة وعلى المباشر، بيكون الواحد هيك بنفسية حلوة لانه عم بيطلع اجمل ما عنده وبهدوء وبيوصل للعالم، وامانة هي بالنهاية الواحد يعني بيكون دقيق فيها. فبأثناء هاي الأجواء لما بسمع موعظة الجبل، بسمع التطويبات، بشوف الكاريزما تاعت يسوع كيف بيكون واقف، كيف طوبة لكم وهالناس كلها ساكتة وبتبحكوا مع بعض، وبيقولوا يعلم كمن له سلطان، مش زي باقي المعلمين اللي احنا بنحضر لهم محاضرات. فالكتاب المقدس زي ما تفضلتي هو صالح للتعليم اليوم والغد، زي ما بحكي القديس بولس لتلميذه الحبيب تيموثاوس، بيقول له انه هذا التعليم صالح مش بس لليوم، للغد، ولا يعني ما في وقت بمشاعر الانسان. لو انا كنت محل ادم قبل بدء بالعهد القديم بالتكوين، لو كنت انا محل نفس الحب نفس الكراهيه نفس الشهوه نفس التفاعل حواء مع الواقع، هي بتجسد كل النساء. في ناس بيقول انا شو دخلني بخطيئه ادم وحواء، ما انت لو كنت محله رح تعمل نفس الشيء. ما زال الانسان يحب ويكره، يعني المشاعر اللي من كل هالتكنولوجيا وكل هالحضاره تبدلت، الانسان بطل يحب بطل يكره بطل يقتل بطل يغش، فما تبدلت هي اللي بالانسان. فتوقنا من جوا هيك يعني حاجتنا الماسه لصداقه حقيقيه في عالم متقلب، في عالم تحكم المصالح، في عالم البزنس، في عالم متبدل، إلا ما يحس الواحد بخيبات الأمل من أشخاص كثير كان محاط إلهم مكاني في حياته، بيكتشف في النهاية أن الصداقة الحقيقية هي صداقة يسوع المسيح. نعم، معنا اتصال من الأب طارق إحجازين كاهن رعية اللاتين في المفرق. أهلا بأهل المفرق. أهلا فيك دكتورة، كيف حالك؟ كيفك يا أبونا، صباحك نور. الله يسلم عمرك. تمام، الله يخليك. شو أخباركم أنتم؟ الحمد لله تمام بخير. أبونا جورج، صباح الخير أبونا جورج، يسعد هالصباح يا غالي. يا بلدياتي صباح. هذا كيف؟ بلديات حبيب، الله يخليك. الله يخليك يا رب، وشكرا على البرنامج اللي بتعملوه، يعطيكم العافية وإن شاء الله ربنا بيقويك وبعطيك القوة في الاستمرارية في هذا البرنامج إن شاء الله لخلاص الناس والبشر إن شاء الله. يا أبونا نحن منحاول بهذا البرنامج يعني نطلع المؤمنين والمتابعين على صفحتنا نورسات على الأمور الحياتية والأمور اللاهوتية والإيمانية اللي بتساعدهم على عيش حياتهم بالوقت الحاضر كمان، وكل التحديات اللي عم نواجهها، وأيضا القصص اللي عم تطلع لنا يوميا ومفارقات شوية على أساس أنه نفسرها ونوضحها للمؤمنين. فكيف المسيح صديق الخطأ؟ كيف أنا بدي أكون كمؤمن مسيحي صديق لخاطئ؟ كتير صعب الإنسان لما بقولك أنا ما بقدر أكون معه أو هذا إنسان خاطئ، فيسوع كان مع الخطأ، فكيف أنا بدي أتمثل بيسوع أني أكون مع الخطأ وصديق لإلهم؟ يا ست العزيزة، أول شغلي بدنا نميز ما بين كلمة خاطئ وكلمة خطيئة. نعم. يعني الخطيئة بالنسبة ليسوع مرفوضة. نعم. منبوء، يعني يسوع بينبذ الخطيئة وما بيحب الخطيئة. بس يسوع بالنسبة للخاطئ بيختلف عن نظرته للخطيئة. خطيئة مرفوضة ليسوع، بس الخاطئ مش مرفوض ولا منبوذ بالنسبة ليسوع. الخاطئ هو إنسان يسوع إجا مشانه. يعني يسوع أتى إلى العالم من أجل خلاص الإنسان وبالأخص الخاطئ. فيسوع في عنده في قلبه رحمة وشفقة لكل إنسان وبالأخص الإنسان الخاطئ، وبالأخص أكثر الإنسان الخاطئ اللي بيبحث عن التوبة. يعني يسوع المسيح أتى للعالم ما يدين الإنسان، يسوع ما إجا حتى يدين الإنسان ولا يدين الخاطئ. يسوع أتى إلى العالم بتجسده حتى يعطي الخلاص للإنسان. نشوف بالإنجيل المقدس قديش يسوع كان يبحث عن كل إنسان حتى يرده للطريق الصح. ما كان أعطي مثال المرأة السامرية، يسوع دخل سامرة، التقى في المرأة السامرية وغير حياتها. هلا ما كان هذا صدفة بالنسبة ليسوع، هذا كان يسوع مخطط انه يغير حياة هاي المرأة السامرية. حتى يسوع على الصليب، يسوع على الصليب كمان
في لحظات الألم والموت كان بفكر بالإنسان اليوم ستكون معي بالفردوس للضفة اليمين. قديس يسوع المسيح كمان كان بحياته التبشيرية، قديس كان يسوع ينتقد من زعماء اليهود الفريسيين بأنه هو إنسان كان يحب الخطأ والعشارين. على سبيل المثال يسوع يوم راح على أريحة والتقى في زكا، قال يا زكا انزل على عجل وبدي أدخل بيتك بدي أتعشى معك. في اللحظة هاي في لوقا 19 هذا المثل، في هاي اللحظة الناس انتقدوا إنه ليدخل دخل ليمكث في بيت إنسان خاطئ. انتقدوا، بس يسوع ما كان يهتم لأنه هاي رسالة يسوع أثر الإنسان. المرأة الخاطئة اللي مسحت رجلين يسوع وبكت وشو كانت نظرة اليهود الفريسيين إله؟ كانت نظرة اليهود الفريسيين إله كان يحكوا لو كان هذا الرجل نبيا لعلم بأن هذه المرأة مثلا خاطئة. بس يسوع ما كان يهتم لكلام الناس. إذا المسيح زي ما بحث القديس متى فصل 9، المسيح لم يأتي لكي يدعو الأبرار إلى التوبة، بل أتى ليدعو الخطأ إلى التوبة. لأن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المريض، والمقصود في المريض هنا هو الإنسان المريض المقبل بالخطيئة. إذن يسوع قلب كبير، قلب شفوق، قلب رحيم، يحب الإنسان بالرغم من هذا. لو كان الإنسان خاطئ، لو كان الإنسان مكبل بالخطيئة، يسوع دائما فاتح أديه يقول لنا تعالوا إلي جميعا مرهقون مثقلون خطأ، كلنا مدعوين حتى نكون في حضان الرب يسوع. اسمحي لي أذكر بعض الأمثال من الكتاب المقدس. تفضل. إنه قديش يسوع كان بحب إنه يكون الإنسان يرجع لربه، قديش فيه فرح. بإنجيل القديس لوقا فصل 15، وشوف القديس لوقا فصل 15 هي أمثال الرحمة الإلهية، قديش ربنا رحيم مع البشر. مثلا أول مثل بدي أحكيه هو مثل الإبن الضال. مثل الإبن الضال أحلى مثل، يعني رائع، هذا المثل رائع جدا. قديش بعطينا صورة ليسوع المسيح قديش رحيم، قديش يسوع في عنده فرح يبحث عن كل إنسان خاطئ. هالابن الصغير اللي أخذ حريته من أبوه وماله وراح صرفهم بكل بالخطيئة، انغمس بالخطيئة، انغمس بهالحياة المادية، شو عمل هذا الابن الصغير؟ فكر وجلس لوحده وحكى يا يعني شو لازم أعمل؟ حكى بدي أنا أروح عند أبوي، هنا صورة الأب اللي هو الله السماوي، بدي أرجع عنده، بدي أرجع إلى حضنه وأحكي له يا أبتي أنا إنسان خاطئ، خطئت في حق السماء وفي حقك أنت، اقبلني في بيتك. شو كان موقف الأب اللي هو يسوع؟ موقف يسوع ما عاتبه ولا قال له ليش عملت هيك، قال له تعال ادخل إلى بيتي ولبسوا أحلى لبس وعطوه خاتم وخلينا نفرح. نفرح ليش؟ نفرح لأنه ابني هذا كان ميتا بالخطيئة فعاش وكان ضالا فوجد، لأنه ينبغي أن نفرح ونسر. إذن شو كان موقف الأب؟ فرح وسرور بعودة ابنه الخاطئ، وهذه هي صورة وهذه هي علاقة يسوع مع الإنسان وبالأخص الخاطئ، في فرح وسرور في اللحظة اللي فيها الإنسان الخاطئ يعود إلى أحضان يسوع المسيح. المثل الثاني بلوقا 15 اللي هو مثل الخروف ضال أو الخروف المفقود. هنا في صورة ليسوع حلوة، صورة المسيح الراعي الصالح اللي الراعي اللي بيحب غنمه، بيحب أولاده وبيبحث عن كل مفقود حتى يعود إلى حضن الكنيسة. إلى علاقة جديدة معه. إلى علاقة جديدة معه. مشان هيك بحكي لنا أن الراعي عنده 100 خروف وضاع واحد. شو لازم يعمل الراعي؟ ترك 99 وذهب إلى خروف الضال
وبحكي لنا هنا إذا وجدوا يفرح. وهذا زي ما حكى الإنجيل هكذا يكون الفرح في السماء. يكون فرح في السماء. شوف مش بس الأرض تفرح، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر منه بالتسعة وتسعين لا يحتاجون إلى التوبة. إذا في فرح بعودة الإنسان إلى حضن يسوع المسيح. المثل الثالث ليوحنا فصل 8، المرأة الزانية. اليهود أو الفريسيين قدموا هالمرأة حتى ترجم، لأنه كان الحكم الزنا الرجم بالحجر، وطلبوا من يسوع أنه يحكم عليها. وهنا يسوع شو حكى له؟ من منكم أنتم بلا خطيئة فليرجم هذا الحجر. طبعا كلهم انسحبوا لأن كلهم خاطئين وكل البشر خاطئين خطاء. فبعد ما رفع يسوع عينيه ما شاف ولا واحد موجود، قال ما حدا حكم عليك؟ حكت لا ما حدا حكم، وأنا يسوع ما بحكم عليك، اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة. إذن يسوع ما بحكم على الإنسان الخاطئ، يسوع يحب الإنسان الخاطئ ويطلب منه أنه يرجع إلى حضن الكنيسة وحضن الآب السماوي. في صورة ثانية ليسوع حلوة، صورة رائعة يسوع، اللي هو يسوع يشفي شافي. نشوف مثلا المخلع، شو يسوع عمل معه؟ يسوع أعطاه خلاصين، أعطاه شفائين، أعطاه شفاء جسدي وأعطاه شفاء روحي. قال له قم، أقول لك قم، احمل فراشك ومغفورة لك خطاياك. إذا يسوع يريد الخلاص للإنسان، خلاص جسدي من المرض بشفينا لأنه هو الشافي، وأيضا يسوع بهمه أيضا خلاص وشفاء روحي من الخطيئة. هذا من وجهة نظر يسوع. هلا من وجهة نظر الخاطئ، من وجهة نظر الإنسان، هلا كل إنسان خاطئ، إحنا البشر خطائين، ما إحنا مش ملائكة كل يوم نتعرض للخطيئة. شو مطلوب مني اليوم أنا كإنسان خاطئ؟ شو بده يسوع مني اليوم؟ يسوع بده مني اليوم أكون على مثال الإبن الضال، إنه أجلس لوحدي أفحص ضميري، أفتح قلبي لربنا، أحكي له يا رب أنا إنسان خاطئ، خطئت للسماء، خطئت للآخرين، خطئت لنفسي، شو لازم أعمل؟ أقوم وأخذ قرار، أخذ قرار التوبة بدها قرار، أخذ قرار أن أذهب وأقدم خطاياي وتوبتي إلى الله تعالى حتى أجدد علاقتي مع يسوع المسيح. إذا يسوع يحبنا بالرغم من سيئاتنا وخطيتنا، يسوع يشفق علينا، يسوع رحيم معنا إلى آخر لحظة وإلى آخر حد. ولكن أنا مطلوب مني أن أعمل الخطوة الأولى حتى أسير على طريق التوبة، وأن أتوب عن خطيئتي حتى أكون فعلا على طريق المسيح، لحتى أحصل ما بعد ذلك على الحياة الأبدية. كلام هذا وجه يسوع الرحيم والشفوق والمحب للخاطئ. تأمل عميق أبونا عن جد، يعني أدخلتنا هذه الروحانية. يعني قديش لمستني هلأ أبونا لما حكيت أنه كيف يسوع هو على الصليب، هو بيسلم الروح بآخر لحظات حياته، فكر في خلاص هالمجرم اللي معلق بجنبه وطلعه على السماء، يعني بلحظة، يعني قمة الألم الإنساني اللي عنده، الوجع البشري اللي شابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة، هالإنسان الكامل في اللحظة اللي عم بيموت فيها بأخذ معه واحد وبنشله. وهو كان يقول له خلص نفسك، هذاك اللص اللي قلنا الأحمق بقول له خلص حالك وخلصنا بدل العلقة اللي احنا فيها، بده آني، هذاك أخذ أبديته. يا سلام، المفارقة الجميلة يا أبونا. يعني زي ما بقوله كان يسرق بالأرض، ولكن شطارته كمان سرق الملكوت. يعني هو في الأخير نال الحياة الأبدية، يعني بإيمانه وبتوبته مع يسوع. صحيح. فعلا صحيح. شكرا لك يا أبونا طارق، الله يسعدكم، إن شاء الله منضلنا على تواصل دائم، وسلامنا إلى كل أهل المفرق ورعية المفرق بالأخص. الله يخليك، يسلم عمرك، وأهل المفرق ورعية مار يوسف اللاتين، نبعث أحلى سلام ومحبة لكم جميعا. الله يسعدك أبونا، شكرا لك، وصباحك نور. صباح الخير للجميع، وشكرا، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب.
يعني كلام حلو خاصة الأمثال اللي أعطانا إياها السيد المسيح. عشان هيك أبونا برجع أنا بحكي تفاجأت، ومش بس تفاجأت، كانت صدمة لي لما قرأت التعليقات على كلام قداسة البابا عن رأيه بهدول الخطأ. يعني لما قال إنه بده يضمهم في حضن العائلة، إنهم يكونوا حقهم يكونوا في العائلة، إنه ليه لاموا لقداسة البابا على هذا الكلام؟ ليه لاموا على إنسانيته؟ ليه لاموا على محبته للجميع؟ قداسة البابا يمثل السيد المسيح على الأرض، وإنسان يمثل السيد المسيح على الأرض لازم يتمثل بأيضا أعمال السيد المسيح. كان السيد المسيح يسير مع الخطأ، ينزل عندهم على بيوتهم، يتعشى معاهم. يعني إذا قداس البابا هلا راع على مكان فيه كلهم خطأ ونزل عندهم يتعشى، شو كان جماعة المؤمن بدها تسوي؟ بدها تسوي زي جماعة العشارين والكتبة يلوموا عليه؟ طبعا طبعا. هي فإحنا هيك بدنا نكون كالكتبة والعشارين؟ يعني مع أنه كلامه كان واضح، بما أنه الكنيسة ما بتقدر تصرح لهم هالإشي، يعني كأنه بخاطب الجهات المدنية أنه لا أقولكم إشي تحتوى هالجماعة اللي لا لهم حقوق ولا لهم، يعني حزن عليهم. نعم. فبيقول أنه بما أنه أنا مش قادر أساعدهم. نعم. ساعدهم. نعم. بإطار معين أنتوا مدني. نعم. يعني كلام عميق، بس يعني الناس ما استوعبته بهذه الحنية، زي ما دخل أبونا موضوع الأطفال اللي بولدوا من دون زواج، مجهولين النسب، مجهولين النسب. وقالوا إنه هل يحق لهم العماد؟ قالوا مش ذنب الأطفال. طبعا يحق لهم العماد والانضمام للكنيسة هدول الأطفال، لأنه شو ذنبهم فعلا؟ إذا يعني قداس البابا بده كمان هدول اللي هن ثمرة خطيئة، ثمار الخطيئة، كمان إنه ننبذهم ونرميهم خارجا وهن إنسان يعني بشر، نصلح الخطيئة بالخطيئة. نعم. فكيف يعني لما أعطاهم الحق في إنهم ينالوا سر العماد؟ هدول اللي هن ثمرة، يعني إحنا في المجتمع بالمجتمعات منقول إن ثمرة الخطيئة. فكيف الأحرى قداسة البابا بده يتعامل مع الخطأ والخطيئة؟ لما منقول خطيئة بغض النظر هي كانت شذوذ ولا كانت بالأخلاقيات، يعني مثل السارق واللي بيكذب واللي بينم على الآخر واللي بيقتل، كلها خطايا. يعني عم نتعامل مع هاي الخطايا بشي؟ وجينا على موضوع المثليين طبعا المرفوض كنسيا ومجتمعيا كمان. نحنا مع انه هلا صارت في كتير دول قاعدة عم بتصرح لهم انهم يعيشوا حياتهم في هذه الدول، لكن نحنا معتقداتنا الدينية واللي بدهم يمشي على المعتقدات الدينية هذا شيء مرفوض، خاصة انه الجمع بين نفس الجنس. لكن نحنا مش بهذا الموضوع رح نتحدث، لانه ما فينا نحنا هالخبرة او هالمعرفة اسباب شذوذ هدول الأشخاص. كان في فكرة من دكتور قريبا إن شاء الله رح نستضيفه على برنامج على النورسات ببث برضو كمان لايف ستريمينج. هو دكتور في علم الاجتماع وعلم النفس، يتحدث عن طبيعة هدول الأشخاص كيف بيصير في عندهم هذا التحول. فهذا ممكن إنه نأخذ في رأي مختصين، نحن مو مختصين بهاي الأمور، لكن نحن على دراية ببعض الأمور اللاهوتية، وطبعا بمساعدة ومرافقة وكلام أبائنا الكهنة. فنحن هلا باتصال كمان أيضا الثالث والأخير بعد هذا البريك مع الأرشمندريت نعمان الرويق ومن رعية الروم الكاثوليك من السويد. من السويد نعم، بس رح يحكي عربي. بنعود طبعا بنعود بنحيي ميشيل وريمون حتى كنترول روم، بيعطونا تحيات. فخايف أتبسم هسه الناس يفكروني بضحك لحالي. وبعدين يا شباب الشاشة طفت عندي. ادعمونا لو جسد، مش قادرة هلا اشوف التعليقات، فهلا بشوف لنا اياها المختص. اوكي، فاصل ونواصل. عدنا اليكم اعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان. معلش تاخذوني، رح نستعمل التليفون لانه الشاشه طفت، ما بعرف شو قصتها.
بس على كلن أمور تقنية. بحب أحيي أيمن زكي معايا، صباحك نور وصباح البركة ومحبة وسعادة سماوية للجميع. أهلا وسهلا فيك يا سيد أيمن. وإبراهيم حمام، يسوع أنت إلهي وشافي الوحيد، اجعلنا يا رب كما تريد وليس كما نريد نحن آمين. وأيضا أيمن زكي رجع حكى تعليق: لم يتقبل المثليين وتأييدهم بأفعالهم ولكن قبلهم ليتم شفاءهم. 100% أيوة يا أيمن أعطيها. حلو حلو، ما بيضل ساكت الواحد يحكي. نعم. سهام سويسنين ومعظم العالم بأمريكا وبأوروبا عايشين بالخطية وبيجيبوا أولاد من غير زواج وبيعمدوهم. نعم طبعا الأطفال ما زنبهم. أيمن زكي برضو كمان حكى: عند احتضان المرضى من ساعده على الشفاء أفضل من تركهم يموتون بالخطيئة. فعلا. وبشير العوابد قداس البابا تحور كلامه وفهم بشكل مغلوط، قداسته كان على علم بأنهم جماعة مرفوضين من المجتمع وعلى الدولة حمايتهم وضمهم للعائلة. كل تصريحات البابا الإنسانية تواجه تعصب وللأسف من أصحاب الشأن الكنسي. فأيمن زكي أيضا الرب قال: ما جئت للأصحاء، جئت من أجل المرضى. سهام سويس بتقول: يكره الخطيئة ويحب الخاطئ. نعم صحيح. فيسعد صباح الجميع وشكرا لكم وشكرا على مداخلاتكم وتعليقاتكم. وايضا في سهام بتقول لك: ابونا داود لمعي. داود الاسم اللي كان معلق معي، حطيت لها لايك لها دلتني. هي بتقول لك داود لمعي. ثانك يو ثانك يو ست سهام. بتقول حبه الترنيمه يا ريمون. شكرا لريمون على اختياره للترنيمه. الان معنا الارش مدريد نعمان الرويق من السويد، من حي الابونا نعمان، ومنقول له صباحك نور. صباح الخير بالسويد. صباح النور. صباحك نور ابونا بالعربي. ان شاء الله ان شاء الله النور بيكون معكم. اهلا وسهلا فيك يا ابونا. اي على بس من باب التصريح، نعمان رويق. رويق ايوه. أيوه. شد يعني رويق. ايوه شد شد. نعم اهلا وسهلا. أيوة. يا ابونا نعمان. انت في السويد في اي مدينه؟ في ستوكهولم. ستوكهولم. وما أدي صار لك بالسويد؟ صلي من سنة الـ14، من آخر الـ14. نعم نعم. وقت اللي صارت الأحداث، وقت صارت الأحداث بسوريا. نعم. وخربوا لنا الكنيسة، عدت عيني سيدنا البتراكي هون للسويد لحتى نرجع نلملم كل هالناس اللي طلعوا ودخلوا بهالسيستم هون بالسويد، وعم نخاف بيني وبينك شوي شوي ما نخسرهم. نعم أكيد 100% ضروري جدا لمهم وارجعهم زي الخرفان الضالة، ترجعهم لحضيرة الرب. ربنا يبارك عملك يا أبونا وخدمتك في الله يخليكم بصلواتكم إن شاء الله. وأبونا نحن في صدد إنه يسوع كان صديق للخطأ للخاطئ، ومسيرتنا نحن كمسيحيين كيف نحن نقدر نكون أصدقاء الخطأ اللي نحن منتصورهم انهم هن منبوذين ولازم نرفضهم. وصار الحديث انه بين الفرق بين الخاطئ والخطيئة، فمنحب انك تشاركنا بهذا الموضوع ونستفيد من خبراتك ايضا. فتفضل ابونا. لكن احنا اذا ردنا نرجع للكتاب المقدس. نعم. والكتاب المقدس غني جدا 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 بهالموضوع هذا بالذات. نحن بنعرف انه غاية التجسد يلي صار وقت ربنا الجسد راد انه يكون صديق لهالخطأ. راد بانه يتشفع بكل اللي اذنبوا واللي وقعوا تحت نير العبودية الخطية. وكان يقول دائما هو انه لا يحتاج الأصحاء الى طبيب بل المرضى. يعني لم آتي لأدعو أبرار إلى الخطأ بل إلى التوبة. وطبعا هذا الكلام بإنجيل متى. نعم. ومع هيك نشوف بنفس الوقت بأنه ربنا يسوع المسيح صحيح هو صديق للخطأ، هو بيحب الخطأ، وهو بنفس الوقت يعني كان حازم
مع كل هالمستكبرين، مع كل قساة القلوب، مع كل اللي رفضوا التوبة، وهدول كتار ويا للأسف مثل المرائيين مرافقين فريسيين يلي اعتبروا بأنه صلواتهم وقراءاتهم الروحية وتعمقهم الروحي ما هو إلا تجارة ويا للأسف. ومع هيك كان كتير رقيق ربنا، كتير متواضع مترفق. نحن منقول بصلواتنا الجميلة طويل الأناء كثير الرحمة، مع المكسرين، مع الضعفاء، مع المنسحقين، مع المأسورين، مع كل اللي كانوا يشتاقوا ليغيروا حياتهم بالتوبة. وهذا اللي خلى ربنا كمان من الكتاب المقدس من جملة الأشياء اللي قالها أول بداية شهادته ورسالته: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وأرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، ولأرسل المنسحقين إلى حرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. كتير شغلات، إن كان بالعهد القديم وإن كان بالعهد الجديد، منلاقي ربنا بيحكي فيها من خلال التوبة. واليوم إذا ردنا نتأمل بأشياء بسيطة جدا مع الأشخاص الكتار يلي ربنا التقاهم بالكتاب المقدس، منلاقي راد يعمل مع كل شخص نوع من علاقة شخصية، والعلاقة الشخصية كانت مهمة جدا جدا جدا. العلاقة هي اللي بدها تعطي معنى لحياة جديدة، الولادة الثانية اللي بيحكي عنها بالكتاب المقدس. ما بيكفي انه ربنا اجى محلنا خطيتنا، ما اكتفى بانه يمحي لنا خطيتنا ويتركنا، لا، انما بالمفهوم اليهودي كانت الخطية تعتبر نوع من مرض، وكل انسان مريض بنظره معناها كان خاطئ. لذلك بنفس المفهوم ربنا وقت اللي راد انه يمحي خطيتنا راد انه يعطينا مقوي ضد هالخطية، خلينا نقدر نكون فعلا عم نعيش حياة جديدة. وهالحياة الجديدة من خلال شيء كتير مهم هو الافخارستية طبعا اكيد. نعم. ان لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في انفسكم، حتى وان كنتم اصحاء. الصحة الحقيقية هي انه نتحد مع الرب، واتحادنا مع الرب هذا اكبر دليل على انه نحن تركنا الخطيئة وتركنا نير الخطيئة. لكن منروح لزكا فرضا، زكا العشار، زكا العشار وقت اللي ربنا التقى معه كان بإمكانه انه يكون لقاء عادي، بس زكا اللي كان بيخبرنا عنه الكتاب المقدس كان قصير القامة، وهذا ما كان قصير القامة يعني بالمفهوم الحرفي قد ما الرياضي قلنا كاتب الإنجيل بأنه كان معدم الوسيلة، ولأنه كان معدم الوسيلة اخترع وسيلة وطلع على شجرة. نعم. لحتى إذا مرأ الرب أمامه يقدر يشوفه. وكثير من المرات نحن نعدم الوسيلة أو نتناسى أن يكون في عنا وسيلة لحتى نقدر نلتقي مع الرب، يعني نكتفي بمحبة ربنا، بغفران ربنا، ونحن ما كتير فرق معنا. نعم. وهذا غلطنا. والحين لما التقى زكى مع ربنا تغيرت حياته، ما بي إنسان خاطئ. خبرنا الكتاب المقدس كيف وقف زكى وكيف صار يحكي أمام الناس: إن كنت غبنت أحد أرد له أربعة أضعاف، وهالأمور هي يلي بيذكرنا إياها إنجيلي بكل التفاصيل. هون هذاك الوقت صاح يسوع: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت لأن هذا هو ابن إبراهيم. والحال نحن إذا فعلا بدنا نكون عم نسعى للتوبة، يعني عم نسعى للتغيير، عم نسعى لنكون مع الرب، ما نقبل بأن يكون مرور ربنا بحياتنا فقط لأنه هو أحبنا، لا، إنما لأنه نحن ردنا أيضا نعمل شركة معه، ردنا نعمل علاقة معه، والعلاقة هي اللي بدها تثبتنا فيه،
وهذا اللي يقوله بالكتاب المقدس كمان ها؟ إن لم تثبتوا فيها لن تأتوا بثمر وإن ثبتتم أتيتم بثمر كثير. اليوم نحن كثير من بيناتنا وغيال الأسف نقولها وبجرحة ما عم ننتبه على هالكتاب المقدس اللي بين إيدينا يلي عم يعطينا أكثر من شهادة على علاقة ربنا إن كان مع زكا وكان مع السامرية وإن كان أيضا مع المرأة الخاطئة وإن كان مع رص اليمين وإن كان مع المجدلية وإن كان مع كثير من الأشخاص يلي التقى معهم ربنا بالكتاب المقدس وكلهم كانوا مستعدين للتغيير وتغيروا. اليوم نحن من خلال هالمحبة المجانية يلي ربنا أعطانا إياها شو عم نقدر نعمل؟ شو السؤال يلي لازم نسأل نفسنا فيه؟ وين نحن صرنا أمام هالمحبة المجانية يلي بيحكي عنا بولس الرسول بأكثر من مكان؟ إنكم لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم. إذن في عنا مسؤولية بعد التغيير، في عنا مسؤولية بعد التجديد، في عنا مسؤولية بعد أن نخلع الثوب القديم لنلبس الثوب الجديد. والثوب الجديد ما بيجينا فقط هيك بالتمني، إنما بالتصميم. بدنا نقول لأنفسنا نعم نحن اليوم أصبحنا أبناء الله، ونرجع من حين لآخر وقت نشوف حالنا ضعفنا لا سمح الله نرجع نتأمل بمالكنا وإلهنا وين راح نلاقي؟ نلاقي معلق على الصليب، وملاقي بالصليب يلي أصبح الصليب هو مصدر لكل العطايا ولكل النعم. وهذا اللي خلانا نحن هون بستوكهولم ناخذ الصليب ونعتبره شفيع لرعيتنا وكنيستنا اللي ابتدينا فيها اللي كانت اول كنيسه هلا اليوم صار في عندنا 5 كنائس نحن بالسويد. حلو. والحال والحال نحن ابناء الصليب، يعني ابناء كل هالمحبه يلي ربنا حبنا فيها ان بذل نفسه لاجلنا، ولانه بذل نفسه لاجلنا اعطانا بان ننتصر نحن ايضا على كل الضعفات اللي موجوده فينا. بس كيف فينا نقدر ننتصر؟ من خلال طبعا الروح القدس اللي موجود فينا، من خلال استحقاقات دم المسيح الفادي وجسده المبارك والمقدس اللي من خلالهم نقدر نقوى امام كل هالتجارب وامام كل الضعفات. تسلم يا ابونا، يعني كلام بالصميم وهيك بهدوءك ابونا، يعني اعطيتنا كلام ثمين جدا. ابونا انعدام الوسيله عند 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 زكا خلاه يستخدم هالجميزه، نوع من انواع هالشجر طبعا. بس انا طبعا. ايش الوسيله اللي انا بتخليني اليوم اصعد الها عشان اشوف يسوع؟ يمكن فروق فرديه تختلف، اللي بيحتاجه ابونا جورج غير بيحتاجه ابونا نعمان غير بتحتاجه دكتوره باسمه، يعني كل واحد بده يفتش على ايش بده يصعد، وين بده يروح تشوف يسوع بهذا العمق بهذا الوضوح. شكرا كثير ابونا لكلامك. الله يخليك. من زمان كان كمان ربنا اعطانا مثل، بكره يوم الاحد القادم رح نقراه بجمله سلسله قراءاتنا بالإنجيل الأحد القادم، بنحكي فيه عن الغني والعازر، يمكن تعرفه المثال بإنجيل لوقا، يعني بيقول له يا أخي طيب ابعت لي حدا يبرد لي طرف لساني لأني أنا عم بتعذب هون باللهيب. وقال له لا، بيني وبينكم هوة عظيمة جدا قد أثبتت. طيب يا أخي ابعت لي حدا من طرفك يروح لعند أخوتي، أنا عندي 5 أخوة بركي بيخبرهم بيقول لهم ما حتى ما يرجعوا يوقعوا مثل ما أنا وقعت. قال له في عندهم موسى والأنبياء. نعم. وهي نقطة كتير مهمة، خلاصنا بإيدنا. نعم. خلاصنا بإيدنا والكتاب المقدس اللي موجود بين إيدينا. نعم. ياما في عائلات مسيحية وهذا شيء بيحرق القلب. الكتاب المقدس عندهم زينة بالبيت فقط. نعم. نفرح أنه عنا كتاب مقدس ومجلدينه أحلى جلد وحاطينه بين الكتب اللي منستخر فيها مذهبة وفي إلى خطوط ذهبية ديكور ويا للأسف.
قال معكم موسى والأنبياء. نعم. إن لم يؤمنوا بالكتاب ولا إن قام واحد من الأموات لم يقتنعون. نعم. إذا في عنا شيئين كتير مهمين، هذا اللي كنت عم بحكي عنه أنها مضاد الفيروس، إذا كنا بنسمي الخطية فيروس، مضاد هالفيروس هو القربان المقدس يلي هي الشركة مع ربنا، والكتاب المقدس يلي هي الكلمة المحية يلي تنير طريقنا مثل ما بيقول داود النبي. أكيد. وأنا هي وصيتي لكل إنسان مؤمن، وصيتي لألي أول أتكون للناس. أنا اليوم وقت اللي بفقد هالعلاقة مع ربنا بفقد حياتي. نعم. بفقد ارتباطي مع الرب. تخيلوا يعني الكرمة، الغصن اللي مقطوع من الكرمة لا يرتوي من ماء الكرمة، كيف بده يعيش وكيف بده يزهر؟ والحال نحن إذا ردنا نزهر علينا أن نعود إلى الكتاب المقدس، علينا أن نعود إلى كنيستنا يعني. نعم. علينا أن نعود إلى ما ربينا عليه. اليوم صار في عنا مغريات كتير، ويا للأسف أخرجتنا من 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 العائلة اللي ربينا فيها، العائلة المسيحية اللي ربينا عليها، وصار في عنا أشياء جديدة كتير. هذا اللي بده يخليني أرجع لصليب ربنا وأتأمل بالعمل المهم يلي عمله ربنا، وهذا كله لأنه بيريد مني أنا أن أكون معه. نحن راجب أن نكون بأن بطرس الرسول، علينا أن نكون عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب ولا دنس اللي هو دم يسوع المسيح. تسلم أبونا، وشاكرين وقتك الثمين وإطلالتك بهذا الصباح المبارك، وشاكرين وجودك معنا حبيبي أبونا. وكلماتك الطيبة يا أبونا، شكرا لإلك وعلى هذا الكلام. أطلب منكم طلب. أي تفضل. أنكم تصلوا لنا. أكيد يا أبونا، وإنت صلي لنا كمان. نحن بحاجة لصلواتكم لحتى. أكيد يا أبونا، من صلي لكم، من صلي لكل فرد برعيتك كمان. محبة المسيح. آمين يا أبونا، نهارك سعيد. الله صباحك. الله يبارككم جميعا. شكرا لك يا أبونا. شكرا حبيب. شكرا. صباحك حلو ما حكى لأبونا، وخاصة الأمثال اللي جابها، يعني فعلا ركز على مثل العشار والجميزة اللي الوسيلة، كيف أنا بختار الوسيلة أوصل ليسوع المسيح. من كتير من التعليقات رجعت تحكي إنه كيف نقبل الخاطئ. الخاطئ بنقبله في محبتنا وبرعايتنا، بكلامنا الحلو وعطفنا عليه حتى يرجع للطريق الصحيح ويرجع لحضيرة السيد المسيح. يعني الخاطئ مش علاجه إنه تطرحه في الخارج. الخاطئ هو إنسان خلقه ربنا على صورته ومثاله وضل الطريق، مثل الابن الضال، مثل الخروف الضائع. يعني أعطانا كتير السيد المسيح أمثلة عن هذا الموضوع، وفسر لنا بالحرف الواحد كيف نقدر نعالج هذا الموضوع. فكيف بالأحرى نحن منلاقي طرق نتعامل على هذا الموضوع بخلاف ما قال السيد المسيح، ومندعي أننا مؤمنين. تساؤل يعني، بضل في صميم الإنسان الصادق اللي بفحص ضميره، ولكن إذا ما بفحص ضميره أنا، وإذا ما بتحمل انتقاد الناس أحيانًا كثير، الإنسان زي ما بحكي دائمًا أنا إنه بيولوجيًا العين ما بتشوف حالها. نعم. بحاجة لمرأي دائمًا الواحد تا يشوف عيوبه، يشوف. نعم. أخطائه. فأحيانًا الأسلوب والطريقة بتكون جارحة من الآخر، فبنعمل بلوك عليه وبنبطل في 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 تواصل، بينما هي الأسلوب والطريقة زي ما حكى أبونا نعمان الوسيلة. إنه كل واحد الوسيلة اللي بتناسب باسمة ما بتناسب محمد، واللي بتناسب محمد ما بتناسب جورج. يعني كل واحد في إله مفتاح، فإذا ما استخدمت المفتاح ما بتقدر لا بشارتك ولا رسالتك ولا محبتك بتوصل. حتى محبتك بعمل عليها بلوك ما بتوصل، لأنها بتكون تف الطريقة. فنحن بنهاية البرنامج بنحب نوصيهم بهاي الشغلة، الأسلوب، الطريقة. نعم. الوسيلة وأيضا أن ننبذ الخطيئة. نحن بهذا البرنامج ما قاعدين عم نشجع الخطيئة، لكن ننبذ الخطيئة وما نكره الخاطئ.
فهذه هي وصيتنا، وهذه وصية قداسة البابا في رسائله، وهذه وصية المحبة اللي عم ننادي فيها بالوئام الديني، والمحبة للآخر مهما كانت دينه، لونه، عرقه، جنسه، أو بين أي بلد موجود هو. ما نكره، نحب الجميع، لكن الأفعال الخاطئة اللي تنهى عنها الكنيسة أنا بنبذها وببتعد عنها. لكن الخاطئ إذا في إلي وسيلة أو سبيل من أجل التغيير، الطريق أمامنا إن نغير ونحسن من حياتنا وحياة الآخرين إذا قدرنا، لكن لا ننبذ ولا نكره. فهذه هي رسالتنا كمسيحيين، ونقول عن حالنا إنه إحنا مسيحيين أو مؤمنين بالله، فكل مؤمن بالله عليه أن يقوم بهذه الرسالة. ونحن بنسامحكم على التعليقات السيئة شوية اللي كانت على صفحتنا، فمن أكلتها مضبوط أنا يعني أنا الكاتب أنت الكاتب صحيح يا أبونا، لكن مغفورة لو خطأ يعطيهم الحل يا أبونا، طبعا نعطي الحل يا رب لإلهم. لا تحسب عليهم هذه الخطيئة يا رب لا تحسب عليهم. فنحن لو وضحنا، وإن شاء الله يكون توضيحنا مقنع، وربنا دايما يعني موجود للجميع، دائما نحن نطلب المعونة من عند الله. أبونا البركة الختامية والغفران. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشبكة الروح القدس تكون معكم جميعا من الآن وإلى الأبد. آمين. إلى اللقاء، وفي حلقة قادمة من الأسبوع القادم في صباحكم نور.